لتعليقي على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من باريس السياسي العراقي الأستاذ أمير المفرجي. مرحبا بك أستاذ أمير. يعني مجلة الإيكونوميست البريطانية تقول إن دونالد ترامب أراد الاستيلاء على نفط العراق. إلى أي مدى ترى أن زيادة وتيرة الانتشار الأمريكي في العراق تؤكد تلك الرغبة؟ مساء الخير، تحياتي لكم ولمشاهدي قناة العراقيين. أهلا بك. من الطبيعي ان ما العفو الصوت يرجع لي. نعم اسمعك. نعم نعم تفضل. من الطبيعي ان ما يحدث في العراق هي عمليه جاءت منذ 2003، لان الاحتلال الامريكي كان يهدف الى وضع اليد على النفط العراقي. وعندما نقول وضع اليد على النفط العراقي ليس لشراء النفط العراقي بأسعار تناسب السوق الأمريكية، لأن أمريكا لديها ما يكفي حاجتها وهي أيضا تصدر النفط، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية في غزوها للعراق الذي مستمر لحد الآن، وبغض النظر عن الإدارات الأمريكية المتتابعة، لأن الاستراتيجية الأمريكية هي استراتيجية واحدة لم تتغير منذ أن دخلت القوات الغازية إلى العراق في 2003، وحتى وصول وزير الخارجية الأمريكي قبل أيام للعراق. الاستراتيجية الأمريكية تكمن في وضع اليد على تجارة النفط في العالم، ولأن تجارة النفط في العالم تدفع بالدولار، فأمريكا عندما جاءت للعراق جاءت لتضع اليد على تجارة للنفط في أهم منطقة في العالم هي العراق، والتي لم تكن لها في السابق. كان العراق يصدر النفط حسب ما يريد إلى فرنسا، إلى أوروبا. الآن الولايات المتحدة الأمريكية جاءت منذ 2003 لتكمل يعني الدور الذي هو وضع اليد على تجارة النفط في العالم والسيطرة على يعني أهم مصدر في العالم، ولا هو مصدر الطاقة ضد الصين وضد الدول العظمى التي أصبحت دول صاعدة الآن في عالم يسمى الآن عالم متعدد الأقطاب. إذا كنت حضرتك تسمعني بشكل أوضح، يعني في المقابل كيف ترى موقف الحكومة في بغداد من هذه التحركات الأمريكية؟ شيء طبيعي أن النظام العراقي ومنذ 2003 هو نظام جاء وثبت من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وما جاءت به إيران هو لسد فراغ جاء من سبب هذا الوجود الأمريكي. النظام العراقي ليس بذلك النظام الذي هو ضد الولايات المتحدة، لأنها هي التي جاءت به إلى الحكم. الأحزاب العراقية تقسم إلى قسمين في العراق، أحزاب لها صلة نقول صلة رحم مع إيران، هذه يعني الأحزاب لا تمثل القوى الكبرى في العراق، ولكن لها بعض النفوذ من خلال الميليشيات. ولكن الأحزاب الحاكمة التي تحكم في العراق هي أحزاب لها اتصال بالمشروع الأمريكي الذي بدأ في 2003، وهذه الأحزاب سوف توقع في أصابعها العشرة من أجل بقاء القوات الأمريكية، لأنها ستسمح لبقاء هذا النظام. وأنا متأكد أن هذه الأحزاب عندما تلتفت بعض الأحياء بعض من حين إلى آخر إلى إيران، هو ليس في حبا في إيران، ولكن لطلب المساعدة في إيران. ولكن إذا كانت المساعدة أقوى وأعظم من الولايات المتحدة، فإن هذه الأحزاب ستكون مسرورة بوجود وبقاء القوات الأمريكية في العراق. نعم. بعد الأنباء التي تحدثت عن أن شركات أمريكية كبرى وقعت عقودا اقتصادية مع الحكومة في العراق، يعني هناك لافتات تبدو أنها من مصلحة المواطن العراقي. هل ترى أن المواطن العراقي مستفيد من هذه الصفقات؟ أين موقع المواطن العراقي من كل ما يجري؟ بالطبع لا، أنا لا أتفق مع هذا مع هذه القراءة لأسباب عديدة. لأن الولايات المتحدة الأمريكية عندما جاءت إلى العراق في 2003 وعندما غزت العراق، جاءت لتثبيت مشروع وإبداله بمشروع آخر. هذا المشروع هو مشروع احتلالي، مشروع مكونات. فاعتمدت من خلال هذه الفكرة ومن خلال هذا المشروع الذي جاءت به، اعتمدت على يعني
بعض الأحزاب التي تستطيع من خلالهم أن تبقى. إذن هناك مشكلة بين أغلبية عراقية تمثل الشعب العراقي قد وضعت إلى الجانب، وتم استبدالها بأقلية تمثل الأحزاب، وأنا أكرر الأحزاب السنية والشيعية والكردية مجتمعة، لأن الغزو الأمريكي وبقائه في العراق لم يكن أن ينجح إذا كانت فقط الأحزاب الشيعية هي التي تساعده. هناك أحزاب سنية تشارك في الحكم، تشارك في مجلس النواب، تشارك في بعض الوزارات، استفادت من الولايات الأمريكية، والولايات المتحدة استطاعت أن تعتمد على نظام الأقلية السياسية التي تمثله هذه الأحزاب. إذا جوابا على سؤالك الكريم، هذه المشاريع التي يراد منها اقتصاديا في العراق لا تخدم مستقبل الشعب العراقي، ولكن تخدم الأحزاب المارقة التي لا زالت تسرق الثروات العراقية وبكميات كبيرة. وما لنا إلا أن نشاهد وضع الشارع العراقي ووضع الإنسان العراقي الكادح الذي لم يستفد من ثروات نفطه الطائلة. شكرا لك من باريس السياسي العراقي الأستاذ أمير المفرجي.